سيام. صباح الخير. أنا اليوم كنت سعيد جدا باستقبال أخي وزميلي سي محمد السالم ولد مرزوق، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية. كل مرة أنا سعيد بلقاء أخي الوزير، وحنا في اتصال دائم على هامش الاجتماعات أو بالهاتف، هذا يعني التواصل بيننا هو تواصل مستمر، ولكن هذه زيارة عندها طابع خاص لأنها كتجيب تعليمات من فخامة الرئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما كتعرفوا جميعا العلاقة بين البلدين هي علاقة خاصة، المغرب ما عندوش علاقة مماثلة للعلاقة اللي عنده مع موريتانيا، علاقات تاريخية، علاقات كتفرضها الجغرافية، علاقات كتفرضها روابط الدم، وعلاقات كيفرضها الجوار الجغرافي، والعلاقات الروحية القوية بين شعبي البلدين. لهذا كانت العلاقات مع موريتانيا عندها واحد الأهمية خاصة بالنسبة لجلالة الملك محمد السادس، اللي كان دائما حريص على تطويرها في كل المجالات، وكانت دائما دعم العلاقات المغربية الموريتانية حاضرة في تعليمات وتوجيهات جلالة الملك من منطلق هذه الروابط الاستثنائية اللي كتجمع البلدين، واللي في المكالمة الهاتفية الأخيرة اللي كانت بين جلالة الملك وفخامة الرئيس كان هنا التأكيد من الطرفين على أهميتها وعلى خصوصيتها، ومن ثم كانت يعني كان التعبير على التقدير الخاص اللي عند جلالة الملك الفخامة الرئيس ولدوره، سواء في الدعم الاستقرار والتطوير والتنمية في موريتانيا، ولكن كذلك دوره على المستوى الإقليمي اللي خلى بفضل فخامة الرئيس موريتانيا اليوم أصبحت واحد قطب استقرار ضروري في منطقة الساحل وفي منطقة غرب إفريقيا. العلاقات يعني آلياتها كتشتغل وكتشتغل بشكل إيجابي، وشفنا اللجنة المشتركة العليا انعقدت هذه في شهر مارس 22، وكانت توقيع الاتفاقيات وكانت مخرجات جد مهمة. واليوم الإرادة ديال والطموح جلالة الملك هي أن هذه العلاقة هذه يعني تأخذ كل الأهمية ديالها كعلاقة جوار، كعلاقة تاريخية وكعلاقة إنسانية بحال اللي قلت استثنائية اللي ما عندش المغرب مثيل لها. تحدثنا أنا وأخي معالي الوزير حول إذا العلاقات الثنائية، ولكن كذلك حول الوضع الإقليمي والقضايا الإقليمية الأخرى، وكانت مناسبة لتأكيد الإشادة بالدينامية الإيجابية اللي كتعرفها الدبلوماسية الموريتانية بفضل دور فخامة الرئيس، المصداقية ديالو، الثقة اللي كيعطي لكل الشركاء، وكذلك بفضل دور معالي الوزير اليوم موريتانيا أصبحت يعني جزء مهم في أي معادلة للاستقرار في هاد المنطقة. تحدثنا كذلك حول من هذا المنطلق حول الدور الأساسي اللي كيشوف اللي كي دائما جلالة الملك يعتبر أن موريتانيا غادي تقوم به في إطار مبادرة جلالة الملك نحو دول الساحل لتمكين هاد الدول من يعني الوصول إلى المحيط الأطلسي. وهذه المبادرة موريتانيا عندها مكانتها، وموريتانيا عندها دورها، وموريتانيا فاعل أساسي فيها من منظور جلالة الملك محمد السادس. العلاقات بحال اللي قلت هي علاقات إنسانية، وكنشوفوا اليوم أن لا على مستوى المناحة لا على مستوى الطلبة الموريتانيين المتواجدين في المغرب يعني هو الرقم الأعلى، وهذا كيأكد على أن
هاد العلاقات الإنسانية وهاد التواصل المستمر بين الشعبين مستمر كذلك على مستوى الشباب وفي إطار تكوينهم في المملكة المغربية. على المستوى الاقتصادي كذلك العلاقات متطورة مزيان. المغرب اليوم أول شريك تجاري لموريتانيا على المستوى الإفريقي، أول مستثمر إفريقي في موريتانيا، ولكن أكيد أن طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس هي الدفع بهذه العلاقات الاقتصادية كذلك نحو أبعاد استراتيجية أخرى لتكون نموذج لعلاقة جوار بين بلدين عندهم كل المؤهلات باش يبني واحد نموذج للتعاون يمكن أن يلهم حالات أخرى وسياقات أخرى. فمرة أخرى كنشكر السيد الوزير على هذه الزيارة، وكنأكد له بأن دائما زياراته المغربية إيجابية وكتجيب دائما غير الأخبار الإيجابية والآفاق الإيجابية سواء العلاقة الثنائية أو على المستوى الإقليمي. مرة أخرى مرحبا بك. شكرا صاحب المعالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا كنت فرح بوجود اليوم مع أخي وصديقي صاحب المعالي السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين في الخارج، لأني كنت مرتاح لهذا اللقاء وأبلغته رسالة شفهية من فخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الموريتانية، وهي رسالة شبهية موجهة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وتمنياته له بموفير من الصحة والعافية وللشعب المغربي الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار، وتقدير فخامة السيد الرئيس الكبير للحكامة الرشيدة وسداد الرأي في مسيرة المغرب في البناء والتنمية، وهذا كان مهم جدا. وأذكر أن الرسالة تدخل في إطار سنة التشاور والتنسيق الحميدة بين البلدين الشقيقين وخاصة القائدين، وهذا أظن مهم جدا. وجرت محادثات فعلا حول الأوضاع للمستوى العربي والإفريقي والإسلامي، والتحدث أيضا عن بعض من الكاهنات اللي قائمة اليوم على المستوى الدولي، وهناك تضابط وجهات النظر في تحليل هذه الأمور، وهذا فعلا مهم جدا. والعلاقات الثنائية بين البلدين هي مبنية على أولا على نسيج قوي من المسائل، أولا الدين والدم كما قيل، العلاقات التاريخية كما ذكرت حالة، وهذا مهم، وهذا يعطيه إذن هناك مؤهلات لتعزيز وتطوير هذه العلاقات. ونختار نقول في هذا النطاق، لأن ما دام هناك هذا التنسيق بين القطاعين وبين قائد البلدين، وهناك أيضا البحث دائم عن مصلحة البلدين وما يهم الشقاء الشعبين وتطلعات الشعبين أيضا، إذا كل الأمور تجد حل في إطار هذا التنسيق الذي سواء كانت خاصة بعض الأمور عالقة حالا متعلقة بالشاحنات. قلت معالي الوزير حالا أن هناك مسلسل سيجد حله، ولا بد من يجد حل في إطار التنسيق بين البلدين.
وهناك يعلن آفاق إن شاء الله لتعزيز هذه العلاقات وتعميقها حول اتجاه إن شاء الله آفاق أرحب إن شاء الله وأوسع. وإن شاء الله شاكر معالي الوزير وأخي العزيز على الاستقبال الحار، هو دائما استقبال أخوي وزميل. شكرا.